أهلا بكم مجددا. يضرب طفلا لم يتجاوز 14 من عمره ويهينه في تحد صارخ للجميع وعلى الملأ، والغاية التشفي بالسوريين وانتقاما لصاحبه اللبناني. لماذا وإلى متى؟ نتابع التقرير ونعود للنقاش. هنا حيث يقطن أبو عمر مع 7 أطفال وزوجته في شمالي لبنان، يعاني ظروفا معيشية صعبة إلى جانب سوء حاله الصحي نظرا لإصابته في يده وقدمه في سوريا، ولا يستطيع المشي كثيرا، وكل ما يقلقه حاليا عدم شعوره بالأمان، وخصوصا بعد تعرض أطفاله للضرب في الشارع. أنا بنطر ابني يعني بصراحة، مشان لأن كل ما بيروح يجيب غرض بيتعرضوا له صبيان كثير، بيضربوه بيسبوه كمان، يعني احنا الكبار اغلب الاحيان بيتعرضوا لنا. عمر الابن الاكبر في العائلة ويبلغ من العمر 15 سنة، وهو مضطر للعمل في محل تجاري وترك مدرسته لحاجته وحاجة اسرته الملحة للمال، وما تزال علامات الاعتداء بادية عليه بوضوح منذ 7 اشهر. كنت واقف برا مع اخواتي، ما لقيت الا شيء حامي فات بايده، طلعت هيك ولا دم صار يطلع منه. بالاخير حتى عرفت خردق تبع بارودة صيد، ويهلا بالشغل بتوجعني وبتضايقني، ويهلا بدي عملية، وهي اخي احيانا بيروح يجيب خبز. لبنان او كما يسميها البعض باريس الشرق، هذه الدولة المجاورة لسوريا والتي ارتبط وضعها الامني والاقتصادي والاجتماعي بسوريا منذ عقود. إليها لجأ ما يقارب المليوني سوري منذ اندلاع الثورة السورية، ومنذ أن استخدم النظام آلته الحربية سعيا منه لإخماد هذه الثورة. من الجارة لبنان تخرج فيديوهات مصورة لحالات يقال إنها فردية، مقاطع تظهر كمية الظلم التي يتعرض لها السوري الذي طرد من وطنه بعد احتلاله من اللبنانيين المنتمين لحزب الله. هذا المقطع المصور حديثا انتشرت مقاطع مشابهة له في وقت سابق، حيث عمد فيه شخص لبناني على ضرب وإهانة طفل سوري تشفيا بالسوريين ونكاية بصفحة لبنانية وثأرا لصديقه المدعو أبو رياض الذي اعتقلته السلطات اللبنانية لإهانته ذات الطفل منذ فترة وجيزة، متحديا فيه الدولة اللبنانية وجميع من وقف ضد مقطع إهانة الطفل السوري. فريق تيلي أورينت قام بنشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ليعيد ناشطون ورواد المواقع الاجتماعية نشر المقطع بشكل مكثف، داعين الأجهزة اللبنانية الأمنية للتحرك الفوري ومتابعة القضية. وبالفعل تم اعتقال الرجل الذي قام بضرب الطفل السوري بحسب تغريدة لقوى الأمن الداخلي اللبناني على موقع تويتر، قالوا فيها إن شعبة المعلومات أوقفت من قام بتصوير المقطع، وأن العمل جار لإيقاف كل المتورطين بهذا العمل. وبحسب معلومات نقلها مراسل أورينت نيوز، فإن الشخص الذي اعتدى على الطفل السوري محسوب على حركة أمل اللبنانية في منطقة بير حسن، وتقوم الأجهزة اللبنانية بمتابعة القضية، مضيفا أن هناك خشية على الطفل وأهله من أعمال انتقامية. مين بالأرض بنذبح أول شيء؟ ما حدث مع الطفل سعيد ذي 14 عاما حدث مع غيره، وما انتشر من انتهاكات بحق اللاجئين على مواقع التواصل الاجتماعي يؤكد أن ما خفي كان أعظم. وسؤالنا هنا هو سؤال الشعب اللبناني، وين هي الدولة؟ مين بنذبح؟ مين بنقطع الورس أول شيء؟ وللنقاش ينضم إلينا الكاتب الصحفي جاد يتيم من بيروت، وأيضا ينضم إلينا سامي بيروتي مدير صفحة وين هي الدولة على فيسبوك. رح أبدأ معك سيد سامي بيروتي، التفاعلات يلي وصلتكم على الفيديو يلي نشرتوه كانت بشكل عام أغلبها نوعا ما عنيفة وفيها تحامل على السوريين، هل وصلكم نوع تاني مختلف من التفاعلات انه عرضوا مساعدة على الطفل او تابعوا الحالة بشكل مباشر؟ عفوا، بس انا بتحب اعلق على موضوع الحلقة بشكل عام. تفضل. في مبالغة بطريقة العرض تقرير، وفي تصوير كأنه الشعب اللبناني شعب عنصري، وكأنه بدي أحب بس أخبركم شغلة، يلي سرب هذا الفيديو هو لبناني. نعم. والصفحة التي تبنت هذا الموضوع هي لبنانية، ونحن
لا نقبل أن نصبغ بالعنصرية تجاه أخوتنا السوريين. تمام، نحن هون ما عم نوجه أي اتهامات لأي شخص، يعني التقرير هو بالنهاية بيعبر عن حالات هي نوعا ما متكررة، فمشان هيك نحن عم نسلط الضوء، حضرتك لبناني مشان هيك عم نستضيفك لحتى نحكي أكثر بهذا الموضوع، لأنه أنا بعدين تابعت صفحتكم قبل ما نطلع على الهواء، وحضرتكم كتبتوا على الصفحة أنه المساعدات أو عروض المساعدة المادية أو حتى لتغيير وضع هذا الشاب الصغير كانت معظمها من لبنانيين وما كانت من سوريين أو من جنسيات عربية، ولهذا السبب أنا سألتك هذا السؤال أول شيء. صحيح صحيح. يعني ما في تحامل بالموضوع سامي نهائيا، هي فقط للتوضيح. إذا بتحطنا بس بصورة يعني ردود الأفعال يلي اجتكم على هي الصفحة. بصراحة نحن عرضنا فيديو وتنشبنا قوى الأمن الداخلي اللبناني تدخل، لأنه نحن ما بنقبل هالشيء. نعم. وبنعتبر أي طفل مهما كانت جنسيته هو طفل له حق يعيش بكرامة وحرية ببلده مهما كانت جنسيته بالنهاية. والقوى الأمنية تجاوبت بكل حزم وحسم واعتقلت 3 أشخاص موجودين الآن في السجن اللبناني بإشارة من القضاء المختص. نعم. وقضوا حيله إلى المحاكمة، يعني القضية ما مرقت هيك وما حدا اتهمه بالموضوع. نعم. وكانت ردة الفعل الشاجبة من كل السياسيين ومن كل من رأى، لأنه بالنهاية هذا الفيديو بحرك أي شخص عنده ضمير، أي شخص عنده عاطفة. فيديو كثير مؤثر وبيعبر عن ظلم. طيب. بس بنفس الوقت سامي انتو نشرتوا فيديو تاني للطفل نفسه على اساس عم بيقول انه هو هذا الفيديو يلي صوره يا ابو رياض كان مزح وانه هذا الفيديو ما نو حقيقي، شو المفروض نصدق نحن بهي الحالة؟ بالحقيقة خلال التحقيقة تتبين صرحوا المعتقلين انه هول الجماعة كانوا عم بيمزحوا مع بعض، انه هني بيصرفوا عليه. نعم. وهني بيعطوا مصاري، هني في مزح مع بعض، وهو يعني بصراحه هذه سياديه غير مقبوله، ما فيني انا برر اي شيء. نعم. اللي صار هو سياديه بكل ما الكلمه من معنى. نعم. رح انتقل للكاتب الصحفي جاد يتيم. يعني سيد جاد، الامن العام اللبناني استجاب بسرعه مع هذا الفيديو وتم ايقاف هذول الاشخاص، ولكن هناك من يقول بانه اشخاص واصلين وانه يعني الموضوع ما رح يطول 2 3 أيام ورح يرجعوا يطلعوا. هلا نحن ما عم نحكي عن هذول المجموعه الاشخاص بالتحديد، ولكن هي الحوادث يعني بين فتره والثانيه بنشوفها وبيتعرضوا لها اطفال ما بيقدروا يدافعوا عن حالهم. انتم ككتاب صحفيين بلبنان شو دوركم بهي القصص؟ مساء الخير لك ولضيفك. اولا الفيديو يعني الاعتداء، انا بدي اقول لك شيء، في السوريين في لبنان عم يتعرضوا لكثير اعتداءات وتجاوزات، بعض هذه الاعتداءات هو ناتج عن نفسيات مريضه، يعني انا ما بتخيل شخص بيضرب طفل وبيعذبه ويعني بيفرح بتعذيب طفل، هو أول شيء من حيث الدرجة الأولى هو شخص مريض على المستوى النفسي. على المستوى الثاني في بعض الأشخاص اللي بيتعرضوا للسوريين من منطلق وخلفيات سياسية ومن حقد على خلفية ما يجري في سوريا وعلى أساس طائفي، وما بقول عنصري لأنه نحن ما في عنصرية، نحن نفس الإثنية يعني إذا جاز التعبير. فينا نقول نحن مناطقية. دورنا بهذا الإطار ايه وطائفية، حتى في بعض الها خلفيات طائفية ثأرية، حدا مثل حدا هنيك حدا شيء. وفي شغلي بس الأكيد انه انا كصحافي ونحن كمجموعة ناس ممكن نكون مؤثرين في الرأي العام لازم ننتبه له. نظام الأسد زرع في لبنان عبر جيشه اللي احتل لبنان لـ30 سنة، زرع حقد في نفوس اللبنانيين على السوريين، عمل ممارسات، عمل تجاوزات، اختل من اللبنانيين ومن قادتهم، عمل تفجيرات، نكل فيهم على الحواجز، ونحن نذكر هذا جيدا. نعم. يعني زرع إرث من الحقد أنا الحريص عليه دائما، وأنا بسمعها من أصدقاء سوريين هنا في لبنان أنه نحن عن جد كنا نتوقع حجم كبير من العنف تجاهنا بس ردا على ما فعله جيش بشار في لبنان. المطلوب التعامل بهدوء مع الحالات لعدة أسباب، لأنه أول شيء المطلوب من حيث الاعتقال اللي قاموا بالطفل في قوانين تمنع هالشيء، لبنان موقع على معاهدة حقوق الطفل بالأمم المتحدة، في قوانين تسري هالشيء، ولكن أنا عم بدي أحكي عن الحالة العامة. نعم. الحالة العامة هي
أي إذكاء، يعني نحن عم نشوف في مسألة عم نوقع فيها. أول شيء التعميم سواء على السوريين أنه كلهم، لأنه في ردات فعل سورية عم تجي كمان عم بتزيد الشقاق مع اللبنانيين، وفي ردات فعل لبنانية كمان عم بتزيد الخلاف. لأن نحن بنفهموا شغلة، جمهور اللاجئين في لبنان هو معظم جمهور ثورة، فأنا باعتقادي أي شيء يجيش الخلاف بين اللبناني والسوري ويجعل هذه الأحقاد أكبر ويجعل معيشة السوري في لبنان صعبة، وهي أصلا صعبة جدا في لبنان وغير لائقة إنسانيا ولا غير لائقة مع الجيران السوريين ومع الأخوة السوريين، هذا يخدم النظام وتوجهات النظام الداعية دوما أنه ما في شيء بسوريا، خليهم يرجعوا على سوريا وعلى المناطق وفي مناطق آمنة بسوريا. فأنا تعاملي كصحفي أتعامل بمسؤولية وندد جدا، وحتى إذا الأجهزة الأمنية ما قامت بمسؤوليتها بهذا الموضوع بنكتب وبننزل على الشارع وبنعمل، واساسا يعني في كتير حملات ومنظمات اهليه لبنانيه وكتاب لبنانيين صحيح متعاطفين مع الثوره السوريه. يعني حقيقه سيد جاد الانسان السوري حريه الاعلام اللي موجوده بلبنان هي بطريقه ولا بثانيه عم تقدر توصل هذه الفيديوهات للشارع العام وتكون تجاهه راي عام يرفض هذا الموضوع، بس بحالات كثيرة نحن لقينا أنه الضحية عم يرجع يطلع على التلفزيون ويقول أنا كنت قبلان بهذا الموضوع، في حالة من التهديدات لأنه مغلوب على أمره، لأنه يا زميلتي يعني بتعرفي شو أسوأ شيء بالنظام الدكتاتوري؟ نعم. النظام الدكتاتوري أنه يجعل المواطن بلده الكل مستوطي حيطه مثل ما بنقول باللبناني. نعم. الكل حاسس انه بيقدر يتعدى عليه ويهين كرامته، وهيدا اخطر ما شيء. نعم. يعني المواطن السوري اول ما طلع الشعار الشهير اللي احنا متذكره انه انا انسان ماني حيوان. صحيح. هيدي النقطه الاولى بهذه الثوره اللي سميناها ثوره الكرامه. نعم. فالطريق صعب، الطريق طويل، السوري يهان اصلا. نحن الفيديوهات اللي عم تعرض هي انا برايي اصلا لا تمثل 10% من حالات الاعتداء، واذا بدك الاعتداء اللفظي كمان والجسدي والجنسي اللي عم يصير ضد السوريين، هي اصلا لا تمثل يعني حتى حالات الاعتداء المش جسديه، انه دخلك انه السوري ان يعيش في مخيمات وحين ياتي الشتاء كل موسم شتاء عندنا 5 سوريين 10 سوريين بيموتوا من البرد، هيدا مش اعتداء على المواطن السوري بصفته. نعم. انسان قبل اي شيء اخر يعيش. نعم. في هذا البلد في عده اعتداءات بهذا الامر. شكرا. وهذا امر لا يخفى على احد. صحيح. ويجبنا نعالجها بدون ما نعمل شقاق اكبر يخدم نظام السفاح في دمشق. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي جاد يتيم، كنت معنا من بيروت. وأيضا يعطيكم العافية سامي بيروتي وصفحة وينية الدولة، شكرا كثير لجهودكم ولمتابعتكم لقضايا إنسانية بتخص الكل اللي موجودين وعايشين بلبنان، شكرا لكم.